بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل شرح المحاضرة الثالثة من محاضرات كورس Switch Gear and Protection، واللي نتكلم فيها عن الفيوز. تكلمنا في الجزء الأول من هذه المحاضرة عن مقدمة ونظرة عامة عن الفيوز، وتحديدا عن تعريف الفيوز ومبدأ العمل والمميزات والعيوب والتايم كارنت كاركترستكس الخاصة بالفيوز، وشفنا بعض الأمثلة لكيفية عمل السايزنج للفيوز. في هذا الجزء بنتكلم عن موضوع الكوردينيشن بين الفيوزز في الباور سيستم. فموضوع الكوردينيشن بين الاوفر كارنت ديفايسز بشكل عام يعتبر من اهم المواضيع في الباور سيستم بروتكشن، لان اي خطأ في ترتيب الديفايسز اللي تشتغل اثناء الفولت له تأثير مباشر على المنظومة الكهربائية. فاذا احد اهم المواضيع في مجال البروتكشن بشكل عام هو ما يسمى بالكوردينيشن او التنسيق بين الاوفر كارنت ديفايسز المختلفه. يعني لو عندنا مثلا سيستم مكون من بريكرز وفيوزز وريليز وريكلوزرز، يجب ان يكون هناك تنسيق بين كل هذه الديفايسز، بحيث الديفايس الاقرب للفولت هو المفترض اللي يشتغل كمين بروتكشن، اما الفيوز اللي قبله ما يتاثر بالفولت ويعتبر كباك اب في حال ما اشتغل المين فيوز. فكل التفاصيل والحسابات الخاصه بالكوردينيشن تتم عن طريق التايم كارنت كيرفز. طيب نفرض عندنا هذا السيستم مكون من سورس ولود، وخلال هذا اللاين عندنا مثلا تو فيوزز، هنا فيوز A وهنا فيوز B. فلو حصل فولت في هذه النقطة بيكون اتجاه الفولت كرنت بهذا الشكل من السورس الى مكان الفولت، هذا الفولت كرنت. فالفيوز المسؤول انه يفصل هو خط الدفاع الاول اللي هو اقرب فيوز للفولت واللي هو فيوز B. اما فيوز A نعم يحس بالفولت لكن ما يفصل، لأنه يعتبر خط الدفاع الثاني، ولأنه قد يكون عندنا هنا أحمال ما تأثرت بالفولت، ومن الخسارة أننا نفصل عنها الباور، وهذا بيكون له تأثير مباشر على الباور سيستم ريلايبيليتي. طبعا كل هذا يترجم من خلال التايم كارنت كاركترستكس، يكون ترتيب الكيرفز بهذا الشكل، أقرب فيوز من جهة اللود أو ما يسمى بالداون ستريم يكون في الأسفل، وبعده للأعلى الفيوز اللي قبله من جهة السورس اللي هو الباك أب فيوز. فلو كانت قيمة الفولت كارنت مثلا 1000 أمبير، فواضح من هنا أنه أولا يتقاطع مع الكيرف الخاص بالفيوز B اللي هو المين فيوز، وتكون بداية انصهار هذا الفيوز في هذه النقطة، يعني مثلا ربع ثانية. طيب وبعدها ينصهر الفيوز تماما ويفتح السيركت عند هذه القيمة اللي هي T1 مثلا 0.75 ثانية. طيب في حال ما فصل الفيوز B بسبب أي مشكلة، يجي هنا دور الباك أب فيوز ويبدأ في الانصهار بعد وقت أطول عند هذه النقطة T2 مثلا بعد ثانية، وبعدها يعمل كلير للفولت عند الماكسيمم كليرينج تايم الخاص فيه عند هذه النقطة، ولتكن مثلا بعد ثانية وربع. طيب لو حصل الفولت في هذه النقطة بيكون هذا اتجاه الفولت كارنت، فالفيوز B ما راح يشتغل لأن الفولت كارنت أصلا ما مر فيه، فما في أي سينسينج للفولت بالنسبة للفيوز B. فاللي بيشتغل هنا بالتأكيد هو الفيوز A، ونقدر نحسب وقت بداية الانصهار ونهاية كليرينج تايم من خلال قيمة الفولت كارنت بنفس الطريقة اللي شفناها في الحالة الأولى. طبعا هنا شرط مهم عشان تم عملية الكوردينيشن بطريقة سليمة، يعني في الحالة الأولى الهدف أن الفيوز B يبدأ بالانصهار ثم يوصل للكليرينج تايم النهائي ويفصل السيركت قبل ما نوصل اصلا لنقطة بداية الانصهار للفيوز A، فيجب ان يكون هناك وقت كافي يسمى الديسكريمينيشن انترفال، وما يكون اي تداخل بين التو كيرفز. فهذه الانترفال هي المدة الزمنية من نهاية انصهار المين فيوز عند هذه النقطة اللي تسمى الماكسيمم كليرينج تايم اللي هي T1، الى بداية انصهار الباك اب فيوز هذه النقطة اللي تسمى المينيمم ميلتينج تايم T2، ولازم ما تكون هذه المدة قصيرة جدا عشان نعطي فرصة للمين فيوز انه ينصهر تماما قبل ما نوصل لمرحلة بداية انصهار الباك اب فيوز. وكقاعدة عامة الماكسيمم كليرينج تايم للمين فيوز اللي هو في الداون ستريم يجب ان تكون قيمته اقل من 75% من المينيمم ميلتينج تايم للباك اب فيوز اللي هو في الاب ستريم. طيب ايش السبب؟ عشان نضمن وقت كافي ان المين فيوز يفصل تماما قبل بداية الميلتينج تايم للباك اب او الابستريم فيوز،
وعشان نتجنب بعض الأمور اللي تأثر في عمل الفيوز مثل قيمة اللود كارنت ودرجة حرارة الجو واللي قد تضيف بعض الانأكيورسيز في الحرارة الحقيقية للفيوز. طيب نشوف هنا مثال لطريقة تحقيق شرط الكوردينيشن بين الفيوزز. هنا عندنا كيرف للمين فيوز وهذا كيرف الباك أب فيوز. فالشرط يقول أن عند أي قيمة للكرنت سواء صغيرة أو كبيرة من البداية وحتى قيمة الفولت كرنت اللي هو هذه النقطة يجب أن يكون الماكسيمم كليرينج تايم للمين فيوز، يعني هذه النقطة تكون قيمة أقل اللي هي 0.0632 سكند، فيجب أن تكون هذه القيمة أقل من 75% أو 3/4 من المينيمم ميلتينج تايم للباك أب فيوز واللي هي هذه النقطة 0.0901 سكند. فعند قيمة هذا الفولت كرنت فهذه القيمة 0.0632 يجب أن تكون أقل من 3/4 هذه القيمة. فنعمل تشيك ونشوف هل هذا الشرط متحقق أو لا. فإذا 0.0632 هل هي أصغر من هذه القيمة؟ نعم أصغر، فإذا تحقق الشرط وعملنا الكوردينيشن بشكل سليم. طيب لو كان المينيمم ميلتينج تايم للباك اب فيوز 0.08 سكند، يعني بدل ما كان هنا 0.0901 سكند في المثال السابق الان صار 0.08 سكند، بنشوف الان هل تحقق الشرط او لا. فعندنا الماكسيمم كليرينج تايم للمين فيوز 0.0632 سكند، فهل هذه القيمه اصغر من 75% من هذه القيمه اللي هي المينيمم ميلتينج تايم للباك اب فيوز؟ فاذا 0.0632 هل هي اصغر من 0.75 مضروب في 0.08 ويعطينا 0.06؟ فواضح ان الشرط لم يتحقق، فاذا لم تتم عملية الكوردينيشن بشكل سليم. فعدم تحقق الشرط هنا قد يكون له تأثير سلبي على السيستم. فاذا هذا ما يتعلق بموضوع الكوردينيشن بين الفيوز في الباور سيستم، وبندخل في تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في مواضيع البروتكشن باستخدام الأوفر كارنت ريليز في الجزء القادم بإذن الله. بنتكلم عن تأثير الحرارة الخارجية على أداء الفيوز.